رحت لعنجول حتى عانقها لآخر مرة. فكرت إنه رح نسلم هاكان والكل رح يعرف كل شي، وجول ما بقى رح تطلع بوشي مرة تاني. بس هالشي ما صار وتسكرت القضية. برأيك أنا لازم أترك البنت هلأ؟ لا يا تيو، أنتو مالكن علاقة، أنا اللي أخذت هالقرار وأنا المسؤول عنه هلأ، ورح أدفع الثمن كمان. طيب أستاذ، بس أنت عم تخلي أصلي تدفع الثمن معك. لا تيو، أنا عم بحمي أصلي من حالي. شخص كذاب مثلي أنا ما بيستحق لأصلي. خليها تكمل حياتها وتكمل جامعتها، هذا أفضل شيء بتعمله. لوين؟ طالع أرتاح يا تيو، وبعدين بترك حالي للشغل، ما رح أقدر ركز غير بهالطريقة. طيب بدك ضل عندك الليلة؟ لا ما في داعي، روح أنت. طيب أستاذ، رح أخذ تاكسي وأرجع لك. باريش بيك، باريش بيك كسروا المزهرية وتركوها هيك وراحوا. شو هالناس هي؟ أنا ما اشتغلت مع مدير من قبل وما بررت لحدا، ولهيك كنت حب اشتغل على التاكسي، وحبيت الشغل معك كمان. بس أسد الجبل ما في يصير قطة بيت بالنهاية. أنا مفصولة ما هيك؟